مساءكم مبارك. في مرحلة انتهت فيها حروب الردة بدأ المسلمون فعليا في المسير وفتح المدن والمناطق التي حولهم في مختلف المناطق، خاصة في جهة الشمال، سواء الشمال الشرقي أو الشمال الغربي. طبعا الشمال الشرقي في ذلك الوقت هو العراق، وكانت أول المناطق التي انطلق فيها المسلمون في ذلك الوقت في عهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كانت العراق، على اعتبار أنها المنطقة التي كان يسيطر عليها الفرس الذين كانت دولتهم في تلك المرحلة يعني في أفول، على وشك أن تنتهي. في هذه المرحلة أرسل المثنى بن حارثة الشيباني، وهو من أهل العراق على فكرة وليس من الصحابة، أرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه يقول: أمرني على من معي من الناس، فأفتح جنوب العراق فعليا. وأرسل له أبو بكر بالموافقة على ذلك. وبعد أن انتهى خالد رضي الله عنه وأرضاه، خالد بن الوليد، من معارك الردة تحديدا معركة اليمامة، انطلق إلى جنوب العراق ليعضد المثنى بن حارثة الشيباني ويقود الجيوش هناك إلى عدة فتوح وعدة معارك، كانت أولها معركة ذات السلاسل الكبيرة التي كانت أول انتصار بين المسلمين من ناحية والفرس من ناحية أخرى، ثم تلتها معارك أخرى. طبعا ذات السلاسل كانت في سنة 12 الهجرة، ثم بعد ذلك يعني استمر خالد رضي الله عنه حتى تمكن من فتح الحيرة اللي هي عاصمة مملكة المناذرة في هذه الفترة. طبعا بعد فتح الحيرة أرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد يقول له: تحرك باتجاه الشام ليجهزه لمعركة اليرموك التي سيقودها خالد رضي الله عنه وأرضاه. فخرج خالد من العراق، وبالتالي بقي المثنى بن حارثة الشيباني وحده في ذلك الوقت، وانضم إليه لاحقا قائد آخر مهم جدا اللي هو أبو عبيد ابن مسعود الثقفي. هذول الاثنين بدأوا يتحركون في هذه المناطق ويحاولون فتح المدن تلو واحدة تلو الأخرى، لكن البداية كانت صعبة لأن الناس كانت في تلك المرحلة كانت مقتنعة أنه إذا خالد مش موجود فعندنا مشكلة. وفي هذه الفترة على فكرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبح الخليفة، فأرسل أبو عبيد ابن مسعود الثقفي ليعضد المثنى بن حارثة الشيباني ويساعده ويكون معه. فانتصر الاثنان في عدة معارك، يعني منها معركة النمارق على سبيل المثال، ومنها بعد ذلك مع عدة معارك أخرى في هذه البقعة. ولكن حدثت حادثة في غاية الخطورة وفي غاية السوء. كان القائد العام للجيوش كان أبو عبيد ابن مسعود الثقفي، وتوجه إلى منطقة في ذلك الوقت اسمها منطقة قص الناطف على نهر الفرات، والتقى بجيش الفرس في الناحية الأخرى، كان بينهما جسر، عشان هيك هذه المعركة تسمى معركة الجسر. هذه المنطقة قال فيها الفرس، لأنه في عندنا جسر، قال الفرس: إما أن تتقدم إلينا أو أن نتقدم نحن إليك، يعني إما أن تقطع الجسر باتجاهنا أو أن نقطع نحن الجسر باتجاهك. فأبو عبيد كان رجلا شجاعا، وعلى فكرة ليس من الصحابة أيضا مثل المثنى، ليس من الصحابة، ولكنه رجل شجاع مؤمن يريد أن يثبت فعليا أن المسلمين شجعان، فقال: بل أنا أقطع النهر إليكم. وصعد على الجسر وتحرك حتى نزل في منطقة ضيقة، ولم ينتبه إلى أنه وقع فعليا في فخ، لأن المنطقة كانت ضيقة جدا. فكشف له الفرس عن السلاح الأخطر في هذه المعركة وهو الفيلة. فأبو عبيد يعني هو واللي حواليه يحاولون أن يقاتلوا الفيلة. الفيلة في ذلك الوقت كانت مثل الدبابات الكبرى، يعني لا يستطيعون قتالها بهذه البساطة، وكانت تلون بشكل يخيف الخيل، وفي نفس الوقت لا يعرفون كيف يقاومونها وكيف يقاتلونها. فأبو عبيد كان رجلا شجاعا، هاجم الفيل الرئيسي، لونه أبيض كان الفيل الرئيسي في ذلك الوقت، وحاول أن يضربه بسيفه، فإذا بالفيل يضربه بخرطومه ثم داس فوقه مباشرة، فاستشهد أبو عبيد رحمه الله في هذه المعركة. فاضطرب المسلمون. اللي زاد الطين بلة إنه بدأوا بالتراجع ليعودوا إلى مخيمهم في المنطقة الأخرى خلف الجسر، ولكن أحد المسلمين اللي يعني بدنا شو بدنا نسميه متشجع هيك شجاع، فيريد أن يقطع طريق العودة، كان يقول: كيف نتراجع أمام الفرس؟ فقطع الجسر، ولم يدري أنه أوقع المسلمين في ذلك الوقت في مصيبة، لأن المسلمين كثير منهم غرق في نهر الفرات، وكاد جيش المسلمين فعليا يسقط نهائيا لولا أن المثنى بن حارثة أعاد فعليا ربط الجسر، وبدأ المسلمون ينسحبون، فكانت هزيمة صعبة للمسلمين، وظهر كأن الأمور
تسود وتشتد على المسلمين وكأنها انتهت فعليا. نعم هم بعد ذلك انتصروا في معركة أخرى، معركة البويب، ولكن ظلت فكرة الجسر مسيطرة على المسلمين وخاصة فكرة الفيل. هنا ستبدأ مرحلة جديدة مع عمر بن الخطاب الذي سيرسل لهم سعد بن أبي وقاص ليكون قائدا عاما لهذه المنطقة ويقود المسلمين في معركة كبيرة.